يقول السائل: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن نفسي تدعوني إلى معصية الله، وجهونا جزاكم الله خيرا. عليك بعصيان نفسك ومخالفتها، وتذكر النار، وتذكر العقوبة، تذكر الوعيد، ثم تسهل عليك نفسك، والمسألة مراوضة، تراوض نفسك وتروضها حتى تعتاد الخير ولا تنفر من الخير. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر مع نفسك. نعم.